لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد ولا ليال سيدا دريمي سي خطبة دين وحي كهد ليسي باهذا أوقبان ذاتك مسلمين تهو قامنت إن عيدهو قامشة إن عيدهو قامسة أي هلان ولا قمان بارمان هذه هجامين الوايانة فوضى فساد فتنة راعة لذلك أرمها عقيدة ذين يدين تين يكمتهاي دتكو إن هلان قيادة يه هجامين ونكسن استدرت ديد أي سياه هجامين تسوها جاكتو دين تين واحد فرت دتك إن الدورة شدها جاتيا نبي قول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح قف مال انت قيامها إلى هاي ما إيغو دم بغانا كمر دافو عذاب كلنا ويلي صدح راوح كدري ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا نن الدنيا نعتها غيري أما صوش الرحي حوشنا يسبر برتاغي الدنيا وكدونية يين علف كهله الدنيا فإن أعطاه رضي منها هدوا الدنيا ذي سيرها لبكية وإن لم يعطيه منها سخط هدوا الدنيا ذي كواينة وعرونية تام عنه ذو حوية ذاتك مركة لدورنا دين بالاقو دورنا دادني ما ذي سوى ناكسن بالاقو دورنا لكن دنيا إلا إسو كاشده يدو لدوني دقنين تاسو النبي كبحي عليه الصلاة والسلام ورد فيه هذا الوعيد الشديد سيدوه كلام مركا عدل التاقير ايو اما هذا الله أرانا ايو دين تنويك هذا الشيء لهي وحولي والذين لا يشهدون الزور دم بكما مرخاتك عام قفان استاهلين اوود مرحتنما اما ان وحاين لغا مرخاتك عام استاهلين مرخاتك بيان تابو لهي ايو كدق يا سبحانه وعدك قفك لغو تاقير ايو قلعنا وإذا قلتم فعدلوا الله وحو لي مركلة هذا الكاء أورانا إيسان هكاتشيو عدالة النوض حاسو لما حايكا هذا الليان إنو وناكسنا هذا اختيار كي الدور الشضو عبد الله بن عمر وحاو لما بايعونا يا عبد الملك بن مروان مدحوينه أي كفر عنان انت بضان دولة دي غير أمويين وحاو لي هاي أقر لك بذلك بالسمع وطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وعن كقولا هشينا يا وعن كقولا عن قاذا يا هقامنت أوجد الدين قرآن كي حديث كذا سدا سا انت أنكرك كره وحواها كرن مايو عبد الرحمن بن عوف نمرك عثمان بن عفان كعن قاذا يوحو لأبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده كتابك إلهي هي سنة الرسولك أيان كوك عن قاده ييناد مرته هديجي يوضدي أي مرين أبو بكر يا عمر مركا وحويان دارشك تاجن حق يدين بل أنت هنا وحكارنن وحيابهن لعدة عيا إياه مشكلة ده أي حل كيره وحين مركا حصل هين تلمامها ويلنا يقف كدت كهجامين إياه أيه نسيك قابنا طول مري إسلام كوحري انت فرها بدنا امرها كلاي قدغود واي وحتورتا وح بدن وي شيغان اريمهن سيفوين كي ساس وحا اوغو مهمسن اوغو هوريا وحا وي اعتقاده ان السلطه تكليف وليس تشريفا ان هرت قف كان ماشي سو تاغيا لا امنه اسغونا او امنو وحن هوغامنتي مدحتنمدو اني تاهي خيل اي اناي اهين شرف وقف هرا والتكليف هي التشريف بكرت تكليف كوحو يقف كي انه حل قاضي او امانه امداد وقاضي او انه دريمه ددكنا اي لا دريمانتا ويا وحن لو ديريه لو هول غلينيا ماها اسق وحو لي ريركيس وحي لينا ماها وا امانه امداد وامر الجميع ارنكي امده كدخيه ويرو كلي انو لهين اسق يا ريركودو تونا مالي استادراد يد وحل يا امانه عرك ديداي او دولك ديداي او اي بورو ديداي
oo ilaahay wuxuu xamaal hal insaan innahu kana zaluuman jahuula kii bani aadamka loodhan jiray baa dusha u ritay maadaamuu yahay mid naftiisana dulmiyaya jaahilna oo aan aqoon lahayn. Marka horta kolkuu qofku taa dareensan yahay in waxani uu yahay xil lagala xisaabtami doono oo kadeedkiisa leh oo ammaanadiisa leh iyo culayskiisa waxaa ka degaya wax badan. Sidaa daraaddeed ba Abuubakar Sidiiq radiallaahu canhu markii la doortay wuxuu yidhi fa in axsantu fa aacinuunii wa in asa'tu fa qawimuunii, aiicuunii ma adactu allaaha wa rasuulahu fiikum, war haddii aan wanaag sameeya i garab gala, haddii aan xumaan sameeyaan gafana i toosiya, waxay adeecdaan oo iga tala qaadataan intaan ilaahay rasuulka ka tala qaadanayan ilaahay idinkaga cabsanayo. Cumar binu Khataabna ummaddu allah adla waxa uhi man ra'aa minkum fiya icwijaajan falyuqawim, war dadiihow qofka igu arka qalooc ha i toosiyo. Riwaayo kale waxay sheegaysaa nin baa wuxuu yidhi xaadiriinta ka mid ah wallaahi low wajadnaa fiika icwijaajan laqawamnaahu bisuyuufina, wallee haddaanu qalooc kugu aragno hadal ku toosin mayne seeftayadaan ku toosin. Cumar baa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi raciyati man yuqawimu icwijaaja cumar, ilaahay baa mahadleh ummaddayda ku daray qaari toosinaya. Sidaasay ahayd oo aan loo kala habran jirin waxa qallooca ah ee la isu sixi jiray. Nin baa wuxuu yidhi cumar binu khataab uuna isu taagay mar kale wuxuu yidhi taqillaaha yaa cumar, cumarow ilaahay ka cabso oo waxaad tidhi ama waxaad samaysay ka daah. Fa ajaabahu axadu lxaadiriina biqowli ataquuluuna hada liamiiri lmuuminiin, nin kalaa u jawaabo wuxuu yidhi war madaxweynihii muslimiintaad waxaa ku leedahay. Cumarna wuxuu ku yidhi laa khayra fiikum in lam taquuluuha walaa khayra fiinaa in lam nasmacha, waardaa hana yidhaahda hadalka ah hana toosiyada kelmadaa wanaagsana talada iyo toosinta ah haddii aydaan nagu odhanin bulsho yahay ama racyadihay khayr ma lihidin, annagu madaxdayaduna khayr ma lihin haddii aanaan idinka dhegaysan. Sidaasaa waddada wanaagsana lagu wada socday khulaafadu hadigoodu sidaas u ahaa. Sidoo kale qisadii macruufka ahayd marar badanna laga yaabo inaad maqasheen, minbarkan oo kale isagoo ku taagan cumaro ummadda la hadlaya ayaa uu faray inay ka tala qaataan oo ay maqlaan. Nin asxaabiya baa markaa wuxuu yidhi cumarow cidi ku maqli mayso, maxaa dhacay? Waa Salmaan Ulfaris buu ahaa. Maxaa dhacay? Dee waxaa dhacay buu qariimaad shalayta qaybisa iyo dhar, qof walba goobaad siisay adigana laba goobaa kaa muuqda, go'a kale xaguu ka yimi? Cabdillaahi bin cumar buu yidhi bal cabdillaahi oo aabba istaag, go'a kale xaggaan ka keenay? Wuxuu yidhi meel kale kamuu keenina, maadaamuu cumar nin dheeroo xoog weyn ahaa goysi kelihaabaa ku filaan waayey, aniga kaygii labaad ugu daray. Kadib waxa uu ninkii asxaabigii ku jawaabay haddaanu ku dhagaysanaynaa ka sii wad. Sida loo fahmayey dadka mas-uuliyiinta iyo madaxda ma ahayn rugta iyo reerkaba inay iyagu iska leeyihiin oo jeebkooda uu ku jiro oo dheeftoodii iyo calafkoodii ay tahay, laakiin inay shaqaale yihiin baa loo aaminsanaa. Mucaawiyatu bnu abi sufyaan allah ka raali noqdo, maalin maalmaha ka mida buu u yimi abu muusa alkhawlaani ninkii la odhan jiray caamkaa caabidkii qiimaha badnaa, waxa uu ku yidhi assalaamu calayka ayuha alajiir, nabadgelya dushaalahaa ahaata ninkii shaqaalaha ahaayow. Niman baa mooday inuu ereygan ajiir iyo amiir iskaga khaldameen, markaasaa waxay ku yidhaahdeen amiir macnaa amiirkiiyow dheh, ajiir ha odhan, ajiirna waa shaqaale, amiirna waa ninkii madaxda ahaa, wuu ku celiyey ku celiyey. Markaa mucaawiya wuxuu yidhi ninkani wuxuu odhanayo waa nin garanaya eh, iska daaya, maxaad uga jeedaa? Waxaan uga jeedaa buu yidhi waxaad la mid tahay nin la raaciyey ari oo nin maalqabeeni u dirsaday ariga oo mushqaayad ku siinayo, haddii arigaasi uu cad iyo caanaba yeesho oo uu wanaagsanaado mushqaayadda waa loo kordhiyaa iyo ammaanta, haddii kalena waa la eryaa waa laga casilaa. Ummaddani arigaasoo kale la mid tahay, adiguna waad raacday, ilaahayna wuu kaala xisaabtamayaa, ama ammaan iyo ajri baad ku helay ama eed. Maashaa allah, si wanaagsan buu hadlay buu, taasina waataan doonayo. Midka labaad waxa weeye ammaana, qur-aanka iyo xadiidkuba aada bay uga hadleen,
شيء أمانة ذا إن المسؤولية دني تهي أمانة قفكن إن هو آمن نوضة نبي محمد عليه الصلاة والسلام حكت الماء بمسؤولية أمانة أصحابي أبي ذرب كلها إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أبي ذرو وحنكو أركا يا إنا أود وأنا بطنين مسؤولية دي ما راح تني ماذا أنا دسكح شنكرين وأنا أمانة ما لنت قيامها أنا دتك دول اللي بيكون قنطه تايا وحي كم رجودان إلا مد حق يدي سيدي سحرة هاي ذو قاطي سي سحنا أودق مي مويا يعني. مركا قفك سوين وأمانة ذا اللي هي أن أمانة ذا مركا ولاي هي أمانة ذي نو إلى لنا يا أديك لو خيامين يا عمر بن عبد العزيز بدحويني مسلمين تي عادل كاها مركي للدورتي وحي ركت حاس كيسي فاطمة يسوغو فورارا المين يوربان كقعمها ساري محاكو قد عايوتي وحي قد عايو الوحان أركيا عرايس كتوش الله إيقا ساري يا أمانة ذا لأي ديبي ووحان تفكرت في الفقير الجايع والمريض الضايع والعار المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي الحاجة إلى آخره داد كاسو باهن ميد فقيرو باهن ميد كلاو بوكو لباتيسن ميد قاون ميد أغونا تو قبره كاليجي تاغن ووحو معين لا ميد مظلومه إساقونا عبانايا ميد غريبة ميد لهايستا وذيوين وحالو وحاسو دنبان إي موغدا بوريو هورتي دا يمينا كودا مسؤولة هاي إلهينا ويدين دونه سيسألني ربي عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونه محمد صلى الله عليه وسلم إلهينا ويسؤال يا نبي محمد قيامها ويقلد وذي فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومتي فرحمت نفسي فبكيت وركاسان كور وران كعب سليمان انت قيامها كبحي كرواية جوابها سلاسان لمرغي سنين قفك نوان ويقف مدي سوضنين وان كدني سنينين وقدم قنايا وصداين صوشيغني الظروف تادغ هيستاي دبيس نبي وحر عليه الصلاه والسلام ما من عبد استرعاه الله الرعيه فلم يحطها بنصيحتي الا لم يجد رائحه الجنه ارين جنتي بين غخيرت وي قف كستا ويلهي امد مدح او غدغو او ان ودنين او ان لتلينين او ان توسينين او ان تودا كفوريلين haddii taasi dhacdo maalinta qiyaamaha jannada udgoonkeeda ma helabo nabigu inuu galaba iska daaba ma min walin yali ra'iyatan min almuslimina fayamut wa huwa ghashun lahum illa harrama allahu alayhi aljanna ka khiyamayna ilahay jannadu ka xaraantii nabiga rasuulku lay sallallahu alayhi wasallam sifooyinka qofka hogamiyaha guuleysanaya sifooyinkiisa waxa kamid ah sifada afraad an yulazim aladla fi kulli aqwalihi wa af'alihi قول كيسا يفعل كيسا لبضوا إنو عدالة دا أغادو عدالة دا سوسي عام الله إنو فري ضدك هقامين تأنا سخاص الله فري وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا نبي أنبياء ذا كم ذا إله الله ضي قال سيد الله إله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هذا المدح كأجل دجال النبي داود ومضي لا يحلى عتالة كوك على حكم الربيتان كأجل راعي وبدنت النصوص الموضوع عكاد ليس وإن سوك كورينا سفوين كيس أو حكم إذا أن يلتزم مبدأ الشورى في تدبيره أمور الأمة مركو مده الجامين أيو قفك لتلس وإن أن نقنا تيس أي كوين تهي لكن وإن مض الله تشرع وأنا سفوين كل هاي كو أمانة كمؤمنين تا وأمرهم شورى بينهم أمانة ذا أيق وذا لا يهينا عيد كهر كعيس ويكوض التشدان بول هاي تاسيكو أمانين وشاورهم في الأمر رسول كي قائد الأمة وحي وكسع ذي بالي أمض هطن على التش زاد رادت بآديات أي مدي يددك صالحين تها أيو أمانة ينقفك هقامية هددك سلة الشنية حسن البصري رحمه الله وحكمة بدنا تابعي قا وين الجليل كا وحاولها تدكوا صدح قف بول رقه هقامين تاعي مدوان نين رقه بول مدنوان نص مدنا نين بماها بول مدوان نين رقه هوان نين كيلها رأي ونكسنو سيئ ومدنا لتشانيا مدنوان كالبرن يهون نين لما يستران ماها
إلهي رأيي بوسي لكن ضد كلامات الشنايو عقلي سوء في عينه لكن وما ده وما توشينه يو كصد حادنا وحوي مدان عقلنا اللهين لا تشينا اللهين كاسنا نبقف بمها وحجر بمها وحولي هاي مركلة والله ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم قفكم مركلة وما ده لا تشضى إلى هاي وحكوها نونيا وحي هجاكسن أنس بن أن مالك بن أنس توح لها رحم الله من ما رحمة رحمه رحم الله ما تشاور قوم إلا هداهم الله إذا هذا إلى هاي وحي كحر يستنت هاي أما كحر أنت وذا تشق ومضى موضوع عاسي وموضوع عادي يا ذو قيمة بدن قرآن كي حديث كبار للريال قرآن كان يستقال لكن لا تشق إيه وشوشين تومضى عاد بي مهمة هاي عند لا تشن يا عمر باكت شوابا وحول الله أمين إلا من يخشى الله فشاور في أمر فشاور في أمرك الذين يخشون الله آمن ما هب القفان إلى هيك عب سنين هذا عند لا تشن استندت إلى هيك عب سنة يلا تش وحكم تهاي سفوين كقفه جاميها ناجح لذانية سفوين كيس وحكم إذا يكون ذكيا فطيا فطنا عالما بأحكام الدين وقواعده العامة إنه يهاي قف سوتش هذا أو فريدة وعدو وأنو كفى إذا يسنكرين قافل لقاه استوس كريا أنو هين دين تناوح كجرانية عالم وين بيان وهان لكن أرمها السياسة دا وأنو وح كفهم يا سيانو حاران وودعين يحد جدب سفوين كيسا وحكم إذا يتصف بالصفات الحسنة سفوين كونكسن وكل رقم يقف كني وقف لورسون وياي ورم بدن وإسكال علينا يا معاصي دا وحلايد هذا يدروب تلقون بدو بعده مركزون نقول يا القوي الأمين من الأقوياء الأمناء قف قوية وآمن مركز النقنية يا أب قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين القوي الأمين قف لاش شق الله درتك ساو ناكس سفوين كيساو حكم إذا أن يعيش هموم أمتي ورعيتي بقلبه وقالبه وأن قفكني همك أمد وكوين استاه رباي نصا شاقني وآن وهين أمد وبليسا مدبح بحي براريس كغنال وأن تدك بكور هينين سفوين كامر كلا جه الله أمة دينا وحكواش بنقنايا إني أون نصيحيان إني عدو كدفاعان إني استكرب تاجان إني تيسا ونعكسن كشقيان حقوق دي سيردن بمركا هلايا إمامك ونعكسن كاوية إلهي بينو برينا ضدك مسلمين تاج وذهانية إن جبا ميت كسفوين كلا إنه نجبها وهم أنت أكذب مشكلة دينا ولا ليال ما أنت هاي ستة ضدك مسلمين تاج وذهان بق إن جوا إنه كمدنا يا قاردنا إنه كلنا الله أفريقيا الله يدعو مشكلة ده هاي ستة وحويان مشكلة ده الله يدعو قبلية ده ولي بيننا جوحي ناصر دير لبا الرماد أو أنس قبنا ينبين ويسارني مركز النظام كان دور الشذي السياسة ده الله وضعه بدو قرآن كي ولا إسكنا فرت يهب كي دين جا لقى جيل الراعي يستجو ولا يسكو يدارتي وقال هذا ده كي وحي وحي هذا ندينا مفيع ما عصر ما هاي إسكنا ف ويا ذلك marka waxa la doonayaa in la isqabsiyo qabiil qabiyalada iyo qaanunki gaalada qaanunki gaalada oo aad garanayso wixii dimuqraadiyadda la oran jiray iyo codka cida u badata halkaas waa meel waa qaanunki gaalada waa kuwa ay noo soo qoray inagu muraaqabaynaa inagu eegaya midina waa qabiilkii aan hore u lahayn ee ardaagii reer Hebel marka waxaan aynu la qaylinayna inaynu fahamnaa muhiimada labadiba isqaban waayay qaanunki meeshu maraya oo gaaladii lacagta laga soo qaaday baa inaga eegaya inaguna niyadii waxa ku jirtay reer Hebelna markoodi ha qabtaan reer Hebel maanta u leeyin kuwa kalena Berito kuwa kalena Saadambe kuwan inay kuba cishadaan bay rabaan ba kaasina meeshu yaala la markaa kii la niyeysna ee u niyoodaha iyo kii ifka yaala halkan inoo qorna labadiba is qabala marka waxaan oo qeylaha maqlaysa de inta labadaas oo lagu sii daray qaxwi la kala qaadanayayna qaxwo badan iyo manfaaco iyo maalna wala kala qaata marka qaanun loo geeyay qabiil iyo qaxwihi la sii kala qaadanayay yusaawi wuxuu la mid yahay qardoofa iyo qaylo dambe natiijaduba waa inta markaynu soo ururino taa weeye hadii la qaadan lahaa qaanunka gaalada oo one man one vote ay noqon lahayd ciddu doonaya ha noqdo waxa soo bixi lahaa kolba ka u codbata oo loo eegi lahaa haduu doonayo waligiiba gobol uun ha ka soo noqnoqdo sidee gaalada uba yeelaa oo deenna ka cadaan kuma waligood ba ku soo noqnoqdo haysto waliba kristankana mid hab gaar ah
هدي قبيل كيني أي نرقل هينا وين السهم الهينا تباشا أردايا لو قايبين لها صدح يا أفر يا شنية تدبامت كلا دونها لقارسي طبعا نوحا لعوران لها دعا قبايا الحلكم ميرتها ينوها دور كان رير هبل باهي رير هبل رير هبل ويسو تغينا ويكوحيقيان مسلسل كاسو اللغات لا يسكو أفكرتاه سيدي بريغين يهورا بلا قانون كاهين وحلقو قايب سنشري تاسينا وحلا فهمي كراهي وحا إميك اللا فهمي لأيه ad gudahan soomaalidu meel ay joogan ba ka qaylisinaya waa labadaas oo is xambaara qabiil iyo qaanun oo isku rakiban oo bila quraana marka qayladani markeen labada kala qaadno ayaa ay dami doonta inta ka horeysa waa milil guudkii baa la dhayaa ee taas waa mid weeye marka kala meesha ayaa la waxa weeye ummaduhu qaybina masalix bay u socota qaybina mabaadi maslahada iyo mabduna way kala duwayn dadka muslimiinta mabda'a bay ku socdaan diinta in la kor yeelo martii diinta ilaahay la kor yeelo oo siyaasada ay diin hoggaamiso siyaasadu ay diinta u danaynayso waxa hubaala dadka iyo dalku way hagaagayaan iyo caalamkuba taas waa mabdii ilaahay rususa uu ku soo diray uu ku khatimay nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam khulafada aynu taariikhdooda ka waramaynaana mabda'a asal lagu socday aan hadii mabda'a la weydaarto waxa weeye waxa inta loo gudbay ku sii xiga waa maslaxad maslaxada waxa la yiraahdaana muntaha ma leh meel ay ku dhamaato ma leh kooxeba lama dhargin karo shakhsiyeba lama dhargin karo qabiil hebelna lama dhargin karo ilaahay baa ka waramay wuxuu yiri law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna quluubihim walakinna allaha alafa baynahum nabi maxamed oo dadkan ilaahay uu ku soo diray haddaad u qaybin lahayd adduunyo badan iyo maslaxad iyo manfaco oo dhulka mugiya isumaad geyn karteen quluubtooda laakiin ilaahay baa quluubtooda isugu geeyay qur'aanka iyo waxyiga oo dadkii carbeeda boqolaalka sannadood iskumaadaya boqnaha isgoynayay in yar baa markay iimaan heleen ay ku dhargeenay isku afkarteen marka halkaa waxa ka muuqatay qadiyadda maslaxadu muntaha ma leh iyo meel ay ku dhamaato taasina waa tay naga guuxaysay aad inoogu weyn ama xisbi hebel baa xiimaya ama shaqsi hebel baa maanta kursiga la saaraya ama qabiilo hebel baa lagu riixayaa waa maslaxadii mabdi ila meesha ma yaalo marka aynu cudurka sidaa tashkiis ugu samayno ilaan waxa laga maarmaana cudurka in horta shaybaad lagu sameeyo dawadu waxay noqotaa marka tashkiiska kolka aynu hayna kadib aynu u soo noqono mushkiladan iyada ah doorkii jimcadan tii ka horeysayna waynu ka hadalnay waxa laga maarmaana laba arrimood isdhageysi horta waa muhiim oo waxa la yidhaahda isdhageysigu wuxuu keenaa in la isna fahmo la isuna joojiyo ayuu keenaa marka dadka cabashada loola yimaado sida dee guddidan doorashooyinka wax dhexdhexaadinaya taladaynu siinayna waxa weeye horta waxa dhagaysiga la yidhaah inay dhagaystaan tashkiisul mushkila la sameeyo cidda cabanaysaana mushkiladooda tashkiis ay ku sameeyaan qoraal lagu soo sameeyo la yidhaah waxaanu ka cabanaynaa waa waxa kadibna daraasad lagu sameeyo waxa la dhowrayaana maaha gaalada ina eegaysa ee la ku dhaqsada jawaabta si aa magac u heshaa mana aha waxyaabo kale oo ku xeeranay waxa weeye dhiigga muslimiintana in la dhowro midnimada ummaddana la ilaaliyo labadaas aad inoogu weyn marka laysu joojiyo laysla hubsado cidda cabanaysaana cabasho dhaba ay soo gudbisoon canaad ku jirin markaa waxa hubaala in natiijo la gaari doono la isla bisleeyo laysdul fadhiisto aada laysula eego daruurina maaha wixii la sheegayaba in iclaamka iyo warbaahinta laga sheego warbaahinta wixii laga sheegaa wax badan buu fasahaadiyaa dhinac kastaba ha ka yimaadee oo mudaaharaadyadan iyo shiidkan iyo marar badan baa kelmad la yidhi ay sabab u noqon kartaa wax badan waxaa muhiima intaan warbaahin laysla gaarin in laysla bisleeyo qaanuunkii yaraa la kala qortay caanteynka in hore usoo sheegnay hoos loo eego wixii lagu heshiiyey la wada saxeixay hore loo eego dadka eegayaa dad tudhaale la ay yihiin arrimaha haddii laysla eego waxaan rajaynaynaa mushkiladda xaaliga ee hadda taagani taa hore u niyoodahay haba iska jirtee bal tan iminka ee taagan inay soo dhadhowaato sidaasaynu ku talinaynaa waxaa kale aynu sii xusi lahayn dadka ama wadaadada wadaado badan baa jiro cilmiga akhrii jiray oo xarakaadka u madaxa lagu yaqaanay haddana qabaa'ilka la kala safan balaay afa lagama dhowre waxaa jira dad badan oo ganacsato ah oo maaragtay iyaguna taageeraya oo dhaqaalihii bixinaya waxaa runtii ku xisaabtan mudan dadkaasi arrinka ay bixinayaan iyo adduunka ay bixinayaan iyo awoodda ay bixinayaan miyaanay keenaynin in ummaddii ku qaybsanto haddii dhaqaalahaad bixinaysa iyo tamartaadii awooddaadii layskuba dilo dhiig ka dhasho adiga ilaahay ku weydiiya aakhiro
wara xog iyo xoolo iyo aqoonti aan ku siiyey meeda iyo diintii xagaad la martay. Qofkan isla marka uu qabiilo gaar ah la safanayo, qabaailka kale waayo, miyaan iyagu walaalihii ahayn? Miyaanay tolkii xididka ku jirin masheey ama yuhuud ba? Waxaa muhiima qofka diinta leh inuu dadka u noqdo mid u dhexa. Sidoo kale qofka ganacsaday reerkooda qul waxba kaba iibinaye, ee waa inuu isaguna ila ummadiiba uu u wada baahan yahay wax ka iibinaya, waa in la xajeclo guud ay jirto. Oo tan alif intayda iyo bahdayda iyo baabka noocan ay saa u socon ee kala jiidashada ee aan la isba arkayn, ee qofba daan ku xidhan yahay, qofba xisbi ku xidhan yahay, qofba xaafad ku xidhan yahay, xayraanka noocan in laga baxaa ayaynu u baahan nahay. Qoladani qoladan u tegi karto, kooxdani kooxdan, oo wadaadkani wadaadkan u tegi karo, mutacallimkani mutacallimkan, oo maalqabaankani kii kale la kulmi karo, ilaa haddii inta yaruu isu geeya ka kala yaacdo, kale isxun iyana wax kula, kii reerkoodu intan u ururin maayo isagiina wuu ku guro uu ka kala tuuray. Haddii kii wadaadka ahaa ee qoladiisan iyo xisbigiisan iyo ninkiisan la saftay magacu uu ka dhintay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda, muxuu macaash? Waxa ugu qiimaha badan la dhigtay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda waa magac, magac iyo sharaf weeye. Cabdillaahi Sultaan Timcade raximahullah, qabiiladiisi iyo qabiilo kale islaayo reer Geysaa, reerkooda waxay dhahaan waar nagaga rid, reerkaasba waa kuwa soo gabiyaya kuwooduye, bal adiguna naga rid, dugsilma lee qabyaaladii buu tiriyey, oo uu ku wacyigelinayo reerkoodii dabada ka wadayo iyo kuwii kale islaynayeen, uu ka dheereeyay ciddii kaloo dhanba, waa adiga arkaya meel walba gabaygiisi lasoo qaadanayo. Marka waxaynu leenahay waxaa laga maarmaan caatifadan yar caanteynka ah, waxa aynu sheegayna ku salaysan intuu laga soo gudbo inuu qofku u tuudho tiisa adduunyada iyo ta aakhiraba, ta ummadda iyo ta ilaahayba, oo dabeetana indha furan iyo caqli caatifadi aanay hogaaminaynin oo miyir qaba arrimaha lagu eego, dadkuna intaa ay degan yihiin ama ay nabad haystaan. 20-kaas sano imika halkan dagaaladii waxa iska joogsadeen, horumar baa la sameeyey dhinac diineed iyo dhinac dunyo, oo Soomaalida kale kuma jeeranayso, adduunyadii kuma jeeranayso. Haddaad reer hebel intoo tiraahdo qolo waliba ay laabta iska garaacdo oo dadka dib ay u laadaan, tidhan walba waa lagu qadayaa. Saa daraaddeed waxaynu leenahay hana la isu joojiyo, wax saxana ha la isu sheego, hana la isu garaabo, kadibna wixii daw iyo gar noqda ee xaqdarro ah jirana meesha ha laga saaro, wixii xaqana ha laga garaabo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم